سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم هذا الفيديو احسن الاحوال وفي صحه جيده كذلك. صراحه سمحوا لي بزاف البنات على هذه الغيبه الطويله، غبت عليكم غير نهار ودرت لي الحاله كامله في انستغرام. مرجانه شت الغبره، مرجانه ليك ما مريضه، مرجانه ليك ما عندك شي مشكل. والله البنات حتى انا توحشتكم بزاف وما كرهتش نشد كل وحده فيكم، بقى نعنق فيها وحق الله العظيم. البنات ما تخافوش البنات، انا راجع بقوه وكيف ما عودتكم دائما بالمحتوى المفيد ولا للمحتوى التافه والرديء. عرفتوا البنات دابا يلا ديت بنتي زمهريره المدرسه اوي. واحد السؤال دائما كيتطرى عليا هو البنات اللي كيسولوني اشنو هو المعنى ديال الاسم ديال بنتي زمهريره. المهم هذا هو السؤال ديال المسابقه اللي غتكون ان شاء الله، والجواب غتلقاو هنا سواء الجواب الاولاني والجواب الثاني، غتختاروا واحد ولا جوج. اما بالنسبه للجائزه، الجائزه غدا تكون مشروب لزياده الوزن في رمشه عين وكريم للتبييض، لحقاش اتصل بي واحد الشركه امريكيه اللي غيحلوا فرع ديالهم في المغرب وقلت نتعاون معاهم. علاش لا؟ ماشي اشهار البنات، الله يعطينا العمامة اشهار، والله ما اشهار البنات، غير بغيت نتعاون معاهم وصافي. المهم الاسم ديال هذه الشركه هذه سميتها بارا اكزيما، بارا اكزيما. عرفتينا البنات ملي ديت زمهره للمدرسه ورجعت لقيت لاسانسور خاسر وانا نعيط للكونسيرج، عرفتي درت لي واحد الحاله حيحت عليه عربت عليه ديغولاس. ما قلتش لكم البارح عرضات نحمتي للغدا والمفاجاه البنات، ما طيحش لكم على بالكم عرفتي المفاجاه، المفاجاه البنات قلعوا شنايا، ما طيحش لكم على بالكم عرفتي اش لقيتها مطيبه الرفيسه. عرفتي بقيت كناكل 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 البنات كناكل. البنات دابا وصلنا 800، خصنا نوصلوا للمليون باش نحتفل مع عائلتي، نصور الفيديو ونلحوا لكم تفرجوا فيه. المفاجاه الثانيه البنات هو غنفتح قناه ثانيه، نبغي الجيش المرجاني يهجم ويشارك ويبارطاج هذه القناه هذه باش نوصلوها ل 100K في 24 ساعة. اليوم غنشارك معكم واحد الحلوة تركية اللي رائعة. عرفتوا انا ما كنتيق في حتى شي قناة ديال الطبخ، القنوات التركية فقط. غنبقى كل مرة ننزل لكم وصفة تركية وكل ما يتعلق بتركيا، الحلويات، الفطائر، الفطورات، الكسكروطات، المواعن، الملابس الى اخره. هنا البنات غنبداو بالمكونات وطريقة التحضير. واحد الحاجة اللي مهم، هاد الحاجة اللي قلت لكم هي خصكم تتعلموا اللغة التركية لحقاش الاتراك ما غيحاشيوهاش لكم البنات باش غيكتبوا لكم في صندوق الوصف المكونات وطريقة التحضير مترجمة باللغة العربية وكذلك العبار بكاس العنبة ما تحلموش به. على بركة الله دابا ندوزو لطريقة التحضير. المهم انا غنقول لكم المكونات بالتركية وورقة والسيلو. هنا عندنا الدقيق اون، سكر سيكر، هنا البيض يا مورتا، الزيت يا. المهم غنبداو هما التواركه باش كيعجبوك يديروا كلشي في خطره واحده، والطريقه ديال التحضير ديالهم مختلفه وهي اللي كنامن بها انا شخصيا. سيكر يا مورتا، عرفتوا البنات الاتراك ما كيخلطوش بالطريقه بهذا الشكل بحالنا حنا، لا هما كيخلطوا بهذا الشكل، كيدفعوا كيدفعوا. حاولوا تتبعوا هذه الطريقه اللي قلت لكم وغتنجح معكم الكيكه وغتجي واحد الكيكه اللي رائعه. من بعد ما كتخلطوها بهذه الطريقه هذه كتحصلوا على واحد الخليط بهذا الشكل هذا، داير هكا حتى البنات بهذا الشكل هذا كيكون الخليط بهذا الشكل بهذا الشكل، وكنوضعوها في واحد المول. الحلويات التركيه صالحه لاي مول نوضعوها. اما بالنسبه لدرجه الحراره وطريقه الطهي، كتسخن الفران من 200 حتى 300 درجه من قبل يكون سخون مزيان، وتوضعوا فيه الكيكه ديالكم او الحلوه وما تحلوش عليها ديك الساعه لا طيح، خليوها حتى تشموا الريحه عاد باش حلوا عليها. ويلي ويلي البنات نسيت الخميره، ولكن ماشي مشكل، الحلويات التركيه واخا كتسوى الخميره كتجي زوينه ما تخافوش، وبالتالي الحلوى ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا كتجي اكثر من رائعه. هي صراحه جات محروقه شويه ولكن ماشي مشكل، هنا غنقد الموقف وغنخلط واحد الدانيت ديال الشكلاط ونطلصها عليها بهذا الشكل، وها الحلوى ديالنا وجدات بهذا الشكل هذا، كتجي خطيرة هانتو البنات كيف كتجي. ولكن البنات انا ما غناكلهاش، غنحطها في الثلاجة لحقاش غدا عرضها لحماتي الكسكروط تجي ونحطها لها. الو واش مازال غادي؟
الو واش مازال غتجيو تغداو؟ راني ما وجدت والو، وعاد شي 4 سوايع وانا مدار مع واحد الحلوه. واش انا كرهت فيه؟ ورا كلشي حطيته في القناه، المواضيع كلها قاديتها، المواضيع كلها قاديتها. جاب الله بعد الطبخ ما كيتقاداش، ندي باني وبي حتى تبان شي حاجه اخرى في الطوندونس. ويلا جيب واحد 4 طاكوس وجيو تغداو. وبالتالي كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو هذه الوصفه هذه باش تعم الفائده على الجميع، وان شاء الله غتكون هذه هي الحلوه اللي غتزلزل مواقع التواصل الاجتماعي. خليتكم هذه الساعه، السلام عليكم. دابا بيني وبينكم، الا كان 800,000 ديال البنات كيتفرجوا في بحال هذا الشيء، ماشي كارثه. وتعطى الله واش هذيك كيكه ولا غريندايزر؟ اش داك اختي لشي طبخ؟ بقى يغرف الطبخ وتبيخ الراس. ورب الصح عندهم الصح، الطبخ ما كيتقاداش، ندي باني وبيه. سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم هذا الفيديو احسن الاحوال وفي صحه جيده كذلك. صراحه سمحوا لي بزاف البنات على هذه الغيبه الطويله، غبت عليكم غير نهار ودرتوا لي هذه الحاله كامله في انستغرام. مرجاناش الغبره، مرجانيك ما مريضه، مرجانيك ما عندك شي مشكل. والله البنات حتى انا توحشتكم بزاف وما كرهتش نشد كل وحده فيكم، بقى نعنق فيها وحق الله العظيم. البنات ما تخافوش البنات، انا راجع بقوه وكيف ما عودتكم دائما بالمحتوى المفيد ولا للمحتوى التافه والرديء. عرفتوا البنات دابا يلا ديت بنتي زمهريه للمدرسه، اوي واحد السؤال دائما كيتطرى عليا هو البنات اللي كيسولوني اشنو هو المعنى ديال الاسم ديال بنتي زمهريره. المهم هذا هو السؤال ديال المسابقه اللي غتكون ان شاء الله، والجواب غتلقاوه هنا، سواء الجواب الاولاني والجواب الثاني، غتختاروا واحد ولا جوج. اما بالنسبه للجائزه، الجائزه غدا تكون مشروب لزياده الوزن في رمشه عين وكريم للتبييض، لحقاش اتصل بي واحد الشركه امريكيه اللي غيحلوا فرع ديالهم في المغرب، وقلت نتعاون معاهم. علاش لا؟ ماشي اشهار البنات، الله يعطينا العمى، ما اشهار، والله ما اشهار البنات، غير بغيت نتعاون معاهم وصافي. المهم الاسم ديال هذه الشركه هذه سميتها بارا اكزيما، بارا اكزيما. عرفتينا البنات ملي ديت زمهره للمدرسه ورجعت لقيت لاسانسور خاسر، وانا نعيط للكونسيرج. عرفتي درت لي واحد الحاله، حيحت عليه، عربت عليه، ديكولاس. ما قلتش لكم البارح عرضات نحمتي للغدا؟ والمفاجاه البنات ما طيحش لكم على بالكم، عرفتي المفاجاه البنات، قلعوا شنايا، ما طيحش لكم على بالكم. عرفتي اش لقيتها مطيبه؟ الرفيسه. عرفتي بقيت كناكل 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 البنات، كناكل البنات. دابا وصلنا ل 800، كخصنا نوصلوا للمليون باش نحتفل مع عائلتي، نصور الفيديو ونلحوا لكم تفرجوا فيه. المفاجاه الثانيه البنات هو غنفتح قناه ثانيه، نبغي الجيش المرجاني يهجم ويشارك ويبارطاج هذه القناه هذه باش نوصلوها ل 100K في 24 ساعة. اليوم غنشارك معكم واحد الحلوة تركية اللي رائعة. عرفتوا انا ما كنتيق في حتى شي قناة ديال الطبخ، القنوات التركية فقط. غنبقى كل مرة ننزل لكم وصفة تركية وكل ما يتعلق بتركيا، الحلويات، الفطائر، الفطورات، الكسكروطات، المواعن، الملابس الى اخره. هنا البنات غنبداو بالمكونات وطريقة التحضير. واحد الحاجة اللي مهم، هاد الحاجة اللي قلت لكم هي خصكم تتعلموا اللغة التركية، لحقاش الاتراك ما غيحاشيوهاش لكم البنات، باش غيكتبوا لكم في صندوق الوصف المكونات وطريقة التحضير مترجمة باللغة العربية، وكذلك العبار بكاس العنبة ما تحلموش به. على بركة الله دابا ندوزو لطريقة التحضير. المهم انا غنقول لكم المكونات بالتركية، ورقة وستيلو. هنا عندنا الدقيق اون، سكر سيكر، هنا البيض يا مورتا، الزيت يا. المهم غنبداو، هما التواركه باش كيعجبوك يديروا كلشي في خطره وحده، والطريقه ديال التحضير ديالهم مختلفه، وهي اللي كنامن بها انا شخصيا. دقيق، سكر، يا مورتا، عرفتوا البنات الاتراك ما كيخلطوش بالطريقه بهذا الشكل بحالنا حنا، لا هما كيخلطوا بهذا الشكل، كيدفعوا كيدفعوا. حاولوا تتبعوا هذه الطريقه اللي قلت لكم وغتنجح معكم الكيكه، وغتجي واحد الكيكه اللي رائعه. من بعد ما كتخلطوها بهذه الطريقه هذه، كتحصلوا على واحد الخليط بهذا الشكل هذا، داير هكا. حتى البنات بهذا الشكل هذا كيكون الخليط، بهذا الشكل بهذا الشكل، وكنوضعوها في واحد المول. الحلويات التركية صالحة لأي مول، نوضعوها. أما بالنسبة لدرجة الحرارة وطريقة الطهي، كتسخن الفران
من 200 حتى 300 درجه من قبل يكون سخون مزيان، وتوضعوا فيه الكيكه ديالكم او الحلوه وما تحلوش عليها ديك الساعه لا طيح، خليوها حتى تشموا الريحه عاد باش حلوا عليها. ويلي ويلي البنات نسيت الخميره، ولكن ماشي مشكل، الحلويات التركيه واخا كتصاوب الخميره كتجي زوينه ما تخافوش، وبالتالي الحلوه ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا كتجي اكثر من رائعه. هي صراحه جات محروقه شويه ولكن ماشي مشكل، هنا غنقد الموقف وغنخلط واحد الدانيت ديال الشوكولاط ونطلصها عليها بهذا الشكل، وها الحلوه ديالنا وجدات بهذا الشكل هذا، كتجي خطيره. هانتوا البنات كيف كتجي، ولكن البنات انا ما غناكلهاش، غنحطها في الثلاجه لحقاش غدا عرضها لحماتي الكسكروت تجي ونحطها لها. الو واش مازال غتجي؟ الو واش مازال غتجيو تغداو؟ راني ما وجدت والو، وعاد شي 4 سوايع وانا مدار مع واحد الحلوه، واش انا كرهت فيه؟ ورا كلشي حطيته في القناه، المواضيع كلها قاديتها، المواضيع كلها قاديتها، جاب الله بعد الطبخ ما كيتقاداش، ندي باري وبيع حتى تبان شي حاجه اخرى في الطوندونس. ويلا جيبوا واحد 4 طاكوس وجيو تغداو. وبالتالي كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو هذه الوصفه هذه باش تعم الفائده على الجميع، وان شاء الله غتكون هذه هي الحلوه اللي غتزلزل مواقع التواصل الاجتماعي. خليتكم هذه الساعه، السلام عليكم. دابا بيني وبينكم الا كانت 800000 ديال البنات كيتفرجوا في بحال هذا الشيء ماشي كارثه، وتعط الله واش هذه كيكه ولا غرين دايزا؟ اش داك اختي لشي طبخ؟ بقاي غير في الطبخ وتبيخ الراس، وربصه عندهم الصح، الطبخ ما كيتقاداش ندي باني.